يا نهار اسود يا جدعان، القرعه اتحملت واليونايتد هيقابل باريس في في دور 16. كريستيانو رونالدو هيجتمعوا تاني. يا نهار اسود مش مصدق تاني الدور 16. هقول يا جدعان يا نهار اسود اقسم بالله مصدق اليونايتد هتقابل باريس في دور 16. ميسي هيقابل كريستيانو تاني يا جدعان، اخيرا هيتقابلوا تاني. انا اقسم بالله فقدت امل في الموضوع. يا نهار والله لسه كنت بقول من شويه في الفيديوهات اللي فاتت، كنت بقول انا بتمنى ان دي تحصل، ان ميسي وكريستيانو يتقابلوا قبل ما يعتزلوا، وحصلت. يس يس والحمد لله ليفربول هيقابل سالزبورج. يس هقول لكم كل القرعه في الفيديو الجاي. طب يا جدعان القرعه اتعملت، قرعه دوري ابطال اوروبا الدور 16، ميسي هيقابل كريستيانو في الدور 16. يا نهار اسود مش مصدق. بمعنى اصح باريس سان جيرمان هتلعب ضد اليونايتد، دي اكبر مباراه في القرعه كلها، وحرفيا هتبقى مباراه نار نار. هقول لكم دلوقتي كل المباريات بس هبداهم من الصعب للسهل. مان يونايتد ضد باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ ضد اتلتيكو مدريد. يا نهار اسود يا نهار اسود، المباراه دي كمان هتكون نار. هي كمان الصعبه الثالثه اياكس ضد انتر ميلان، المباراه دي هتكون حرفيا جميله جدا برضو. دول اصعب ثلاث مباريات لحد دلوقتي. بقيه القرعه بقى، ريال مدريد هيلاعب بنفيكا، بنفيكا صعبان عليا، خلصت من برشلونه جات لجالها ريال مدريد، الدوري الاسباني كله. ليفربول هيلاعب سالزبورج، وسالزبورج ليه عنده طار عند ليفربول قديم يعني لما طلعهم، بس ده ليفربول يا حبيبي. يوفنتوس هتلاعب سبورتنج لشبونه، وتشيلسي هتلاعب ليل الفرنسي، ومان سيتي هيلاعب فياريال. اقسم بالله قرعه خفيفه بس فيها ثلاث ماتشات نار.